كمان روز اليوسف قالت ان قفل النادي الاهلي ملف البطوله الافريقيه مؤقتا بعد ما فاز امبارح على شباب الثوره الجزائري 3-0 وتاهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا. هيبدا الاستعداد لبطوله الدوري اللي هيرجع ليها ان شاء الله بمواجهه نادي الزمالك يوم 30 مارس الجاري، وطلب لسارتي تحضير تسجيلات لمباريات نادي الزمالك عشان يدرس نقاط القوه والضعف في الفريق استعدادا للمواجهه المرتقبه، واللي هتكون مؤثره اكيد بصوره كبيره جدا في مشوار النادي الاهلي للحفاظ على اللقب.